عندما غابت الأصوات في اليمن بقي صوتها، لم تقف ساكنة عندما اختطف ابنها وولدها وزوجها، فهي ما تزال إلى اليوم تحمل أصواتهم المغيبة خلف قضبان المعتقلات وتجوب به أماكن إصدار القرارات أملا في الحرية. لذا لم تسلم من الانتهاكات الجسدية والنفسية ولم تستثنى في الصراعات. الانتهاكات ضدها تتزايد، والتحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن أفرد هذه المرة مساحة خاصة لرصد الانتهاكات ضدها تزامنا مع اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة. ومن سيكون أكثر عنفا على المرأة في اليمن من ميليشيا الحوثي؟ تتحدث لغة الأرقام من تحالف رصد أن الميليشيا مسؤولة بشكل مباشر عن مقتل 129 امرأة وإصابة 122 أخريات جراء القصف والألغام واختطاف 23 امرأة من يناير إلى يونيو 2018. تحالف رصد اتهم الميليشيا أيضا بممارسة ما وصفها بأبشع أنواع الانتهاكات الأخرى، والتي تشمل التشويه والاستغلال في الأعمال الأمنية وحرمانها من التعليم والعمل. تواجه النساء أنماطا مختلفة من العنف في ظل غياب مؤسسات الدولة ومنظمات الحماية والتوعية المجتمعية، وتتحمل كافة الويلات الناتجة عن النزاعات المسلحة، وهي أكثر ضحايا الحرب معاناة. فما تعرضت له أمهات المختطفين في صنعاء وحتى في تلك الأماكن الخاضعة للشرعية، وطالبات جامعة صنعاء أيضا، والنساء المحتجات في العاصمة من اعتداءات، بالإضافة إلى حملات التحريض ضد الناشطات ونساء المجتمع المدني والعاملات في المجال الإغاثي والإنساني، اللواتي يتعرضن لحملات ممنهجة تستهدف حياتهن وذويهن، خير دليل على تلك الانتهاكات الجسيمة الممارسة ضدهن. لكن رغم كل هذا تبقى المرأة اليمنية أيقونة للحرية ومثالا للقوة الوليدة من قيود الضعف.